وين ما كنتم مشاهدينا بحييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. وبالطبع نائب سمير جسر طلب اليوم التحقيق واعتبر مقاله قائد شرطة بلدية طرابلس عن احتجاز 100 كيلو من اللحوم والدجاج الفاسد بمثابة إخبار للنيابة العامة للتحرك ومعرفة الفاعلين وأكيد الانعكاسات. نحن نتمنى بهالفترة هيدي يكون في رقابة مشددة أكثر بالوقت ذاته على المطاعم والمؤسسات يلي أكيد هي بتبيع الأكل والمواد الغذائية أن تكون حريصة أكثر، يكون عندها ضمير أكثر، حتى كمان نتفادى من الحوادث الصحية لأنه السلامة كثير مهمة للمواطنين. معلومة. بمعلومتنا لليوم مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دكتور محمد كركي أصدر بيان بيقول فيه بحسب القانون رقم 27/10/2017 اللي قضى بإفادة المضمونين المتقاعدين التقديمات الصحية في فرع الضمان المرض والأمومة مدى الحياة اعتبارا من 16/2017، حيث أنه تطبيق هذا النظام بدأ العمل فيه اعتبارا من 1/10/2017 بصدور مذكرة بوقتها رقم 559. أصبح بإمكان المضمونين المتقاعدين اللي بتتوافر فيهم الشروط لنص عليها هذا القانون الاستفادة اعتبارا من 16 شباط 2017. لذلك يدعو المدير العام المتقاعدين اللي انتسبوا لهالنظام تسديد الاشتراكات المتوجبة عليهم اعتبارا من 16/2017 حتى آخر مدة استحقاق عليهم اعتبارا حتى يتمكنوا من الاستفادة من التقديمات الصحية والاستشفائية وحتى ما تتسجل عليهم زيادات التأخير المنصوص عليها قانونا بنسبة نصف بالألف، زيادات طبعا كل يوم تأخير ما يقارب 18% سنويا. كمان جدد الكركي طلب من كل مديريات الصندوق التقيد بآلية هذا التطبيق كما جاء بهالمذكرة تحت طائلة المسؤولية، ودعا أيضا الدولة إلى ضرورة الالتزام بواجباتها لجهة تسديد ما توجب عليها من رسوم واشتراكات ومساهمات تأمينا لاستدامة هذا النظام اللي بوازي من حيث الأهمية انطلاقة فرع فرد الأمومة في العام 71. فإذا الأفضل يعني على كل المتقاعدين يلي رح يستفيدوا من فرع ضمان المرض والأمومة يسددوا اشتراكاتهم حتى يستفيدوا، إلا بيترتب عليهم غرامة 1 بالألف يعني حوالي 18% سنويا هن بغنى عنها. فعلى كمان مسؤولي الصناديق الضمان أنه يلفتوا نظر المضمونين المتقاعدين لهذه المذكرة تفاديا أولا للرسوم وثانيا حتى يكونوا هن يقدروا يستفيدوا بانتظام. أكيد الدولة عليها مسؤوليات حتى تأمن الأموال، وإلا كأنه ما عملنا شيء، ما حدا بيقدر يستفيد. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444، والبداية دايما بموضوع طبعا المتابعات. في اتصال. ألو 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 بوجور بوجور، بدي أحكي مع مدام ربكة. تفضلي تفضلي. مدام ربكة بدي أحكي معك. ألو. إيه عم بسمعك. بوجور بوجور، تفضلي. ينعاد عليكي. وعليكي بالصحة. بدي أسألك مدام ربكة، عندي أنا مقدمة رخصة للمعهد. أي معهد؟ معهد تجميل بزحلي، أنا من زحلي عم بحكيك. إيه أهلا وسهلا. نعم. رح يصير لي سنة ونص سنتين بعد ما خلصت. ما خلصت المعاملة؟ خلصت المعاملة بس بدي توقيع من رئيس الجمهورية ولحديت هلا ناطرين. آخر شيء مين بيرفعها؟ وزارة الصحة؟ إيه خلصت وزارة الصحة، خلص كل شيء. رفع يعني فخامة الرئيس هو بده يمضي المعاملة؟ أو إيه مجلس نعم. وزراء أو شو؟ خلصت مجلس وزراء. عندك رقم المعاملة تنعرف شو قضيتها؟ بيت عندك رقمها تاريخها؟ إيه نعم إيه نعم. معك إيه هلا؟ طيب مدام، بس يصير عندك رقم المعاملة وتاريخها ابعتي لنا إياها لنشوف مصيرها يعني وين وكيف، أوكي؟ أهلا وسهلا فيكي. هلا ما بعرف المراسيم يمكن بدها مرسوم ولا لا من فخامة الرئيس، بس نحن رح نتابعها مع وزارة الصحة لنشوف شو التراتبية تبعها لمعاهد التجميل بلبنان. كمان في اتصال.
الو 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 ايه الو تفضلي مدام ربيكا. نعم بحياتك بدي اطلب منك، انا مرت شهيد كوامل. نعم تفضلي. ما بتسمع؟ بلا بلا عم بسمعك تفضلي. ايه انا مدام عم بسمعك تفضلي. ايه بدي اسال عن مساعدات مرضيه. مساعد مينهم من 2016 شباط اليوم ما اجى شيء بعد. اوكي ولا مساعده مرضيه. رح شوف ليه التاخير. اهلا وسهلا. كمان اتصال. الو 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 في حدا على الخط بس يمكن ما عم يسمعوني. الو ايه الو ايه تفضل. مرحبا مرحبا تفضل. ايه مرحبا مرحبا مسيو عم بسمعك تفضل. ايه سامعك معك. ايه ربيع خطيب من طرابلس. ايه اهلا استاذ ربيع تفضل. ابنا عندي انا ابن طرابلس ولما بدي فوت على مدينه طرابلس. نعم. ايه ما فيها البانول الكبيره بلاقيها بمنطقه البترون انه البترون ترحب بكم او نهر الموت او شيء. لما بدي انا اجي على منطقتي طرابلس بحس انه انا بضيع بالمفرق اللي هو انا ابن طرابلس، يعني ما في هالبانول الكبير اللي بيقول اهلا بكم بمدينه طرابلس اللي هي طلعت البحصاص بتوصلك على مدينه طرابلس. نعم يعني هيدي موجوده بكل منطقه الا عنا الحرمان بطرابلس موجود او ما بعرف هو اهمال ما عندي علم الموضوع عندكم يعني ان شاء الله ما بعرف اذا وزاره الاشغال هي اللي بتوضعهم ولا بلديه طرابلس. بس اهلا بطرابلس اكيد بلديه طرابلس مفروض انه هي تحط هيدا البانو. نحن رح نوصل للموضوع. اهلا وسهلا. كمان اتصال. الو 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 تفضلي. ايه بونجور مدام ربيكا. بونجور. أول شيء جوايا نوال لإلك وفنانين. لإلك ولكل محبينك تفضلي. ميرسي إلك ولعائلتي ولإم تي في كلها سوا. شكرا. مدام ربيكا بدي أسألك سؤال بخصوص المتقاعدين هالسلسلة اللي أخذوها. إي. وأنت عارفة إنه هن أخذوا هال 25% ما طلع لنا شيء أخذوا منا الغلا المعيشة. إي يعني حسموا الغلا المعيشة وعطوا السلسلة. طيب والدفعة الثانية أي مثلا أنت بتعرفي شو عطينا يعني شيء بسيط أنجأ ال 100,000. ولا ما بعرف اي متى يعني هيدي الماليه بدها تحددها بتصور يعني بدي اسال ما بعرف اي متى ما نو نسال. اوكي اهلا فيكي. يعني بتصور الماليه هي اللي بتحدد اي متى بتدفع المرحله الثانيه ما بعرف اذا قبل العيد او بعد الاعياد. يعني اذا قدرنا عرفنا اكيد رح نتابعها نحن واكيد بنعطي الجواب على الهواء مباشره. كمان تذكر انه فيكم تتواصلوا معنا على 04 444 444 بعد الفاصل. منتابع الحل عنا دايما عبر الام تي في. يعطيك العافية رئيس بلدية الرومي الاستاذ عادل بوحبيب. ميرسي. ال 2007 ال 2017 كان في كثير من المطالب يمكن اهمها سكان رومي يلي بياخذوا طريق الحبس رومي انه يكون عندهم طريق رديف حتى ما يعملوا كل هالبرمه. في شيء منه جديد ولا بعدنا على حالنا ريس؟ ولا متوقعين انه يفتحوا لنا الطريق هيك الا اذا بده يعملوا لنا اياه مفاجاه على راس السنه او بعد راس السنه. نتامل انه يفتحوا الطريق لان ما لها طعمه هي التسكيره كثير منيح لانه خصوصا الاوتوكاريت وكل هالبرمه هيدي اللي عم بتصير صباحا معارك الدنيا وفي اصحاب املاك وفي بيوت هنيك كمان سكان يعني هودي عايشين بالاقليم الجبريه. نعم رئيس مثل كل البلديات كمان مهتم بالزينه مهتم بخلق جو من النشاطات الفرح لابناء روميه. زينه حلوه كثير بكره عامل كمان شيز اند واين. يعني قديش اليوم البلديات قادره تعمل مساحه فرح كمان للناس؟ والله لكن نحن من اهتماماتنا بهالموضوع هو انه الضيعه انه فرجيه للبنانيين انه هيدي ضيعه حلوه كثير وبتستقبل زوارها بكل امتنان. وبكره عاملين تشيز اند واين لقونا على العين عندنا تشيز اند واين. القصه اوبن هي مفتوحه للجميع. نعم واهلا وسهلا بالكل ومفتوحه لكل البنانيين. كتير حلو عم نشوف كمان هالزينة الحلوة يعني كمان يعني بتترك هيك جو من
من نعيش العيد يعني بكل بأنواره، بلقاء الناس ببعضها، شغلة كتير مهمة. نحن بهمنا البسمة والفرحة تكون هي على وجه كل الناس، وخصوصي أهل رومي وسكانها، وعلى اللبنانيين نتمنى لهم إن شاء الله عيد مبارك وسنة جديدة مملوءة بالفرح والصحة والسعادة. نحن هيدا اللي نتمنى للجميع. شكرا لك الأستاذ عادل أبو حبيب، وأكيد الموعد دايما على العين. إن شاء الله لقونا على العين، لقونا على العين. شكرا. وأنا بدي أشكر رسالة الام تي في دايما اللي هن بيشاركونا يعني بكل نشاطاتنا، وخصوصي على رأسهم الأستاذ ميشيل المور. وصل من وصل له السلام وشكرا لك هيدي، لأنه الام تي في مش للكل يعني، الام تي في لألكم. أهلا وسهلا، شكرا لك وينعاد عليك. منتابع كمان اتصالاتكم مشاهدينا. ألو ألو، أهلا تفضلي. مين؟ مدام ربيكا. نعم تفضلي. وحيد عينك، أنا حطيت لك خبر إن شاء الله بكون عيد مبارك عليك وعليك كمان. تفضلي. على شركة الام تي في تضل منورة لبنان. شكرا. الله يحمينا إياكم. شكرا تفضلي. بدي أقول لك حطيت لك خبر هذيك المرة من شي جمعتين إنه طريق دلبتا معراب كتير فيها جور. دلبتا جورة بتنزلي بجورة؟ لا ما مش لازم، لكن نعم. ما بعرف هلا اذا بيصير في تزفيت بهالفتره هيدي. نحن بركي انسى جوره بتطلع لعنا. ان شاء الله ان شاء الله. رح نشوف. لكن ما بعرف هلا اذا بيتزفت بهذا الطقس او اذا ملزم الطريق تزفيتها ولا لا، اكيد بسال ومنجاوبكم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مشاكل حضرتك. اهلا فيكي. اهلا وسهلا. كمان اتصال. الو الو، عم بسمع حدا بس يمكن مش على. الو الو، ايه تفضل. ايه الو، اهلا مسيو. ما نطرتوني مشان احكي مع مدام ربيكا. معك، بعتذر نطرتك لو كان في اتصالات قبلك. تفضل. ايه تفضل، معك. انا معك، انا عم بسمعك. حضرتك عم تسمعيني؟ نعم. بس انه يعني انت بتوصلي لها. انا ربيكا معك. تفضل. مدام ربيكا، نحن ساكنين بتفيا. نعم. فعندي بنات صبايا اثنين بيوقفوا على رمفوان مكلس تيطلعوا بالباص على بكفية. نعم. ففيها العمال السوريين يعني بيسمعوا هالبنات ألف كلمة لما بتكون الدنيا عم تشتي. ما فينا نمنع بباص يطلعوا يعني الباص لكل الناس. نعم. ما في الجسر لكل الناس، بس انه يعني يعني العمال اللي بيكونوا على الطريق يعني بلطشون للبنات وهيك. نعم. اي هلا ما بعرف قديش قادره بالمكلس بلديه المنصوريه تضبط الموضوع يعني تعمل دوريات. انا بتمنى على الكل يكون في احترام، كانوا اجانب ولا لبنانيين يحترموا يعني هذا الاحترام شيء يعني لازم يكون. هلا طلطشات، رح احكي مع رئيس بلديه المنصوريه اذا بينعمل دوريات. ما بعرف يعني هيدي الوسيله الوحيده، ما في وسيله ثانيه، عرفت؟ كمان اتصال. الو، يعني هلا العامل ولا الاجنبي ولا اللبناني بده يلطش ست او بنت او حدا، يعني هي بترجع هيدي بترجع لاحترام للمراه، احترام لقواعد الاخلاق كمان، يعني في اخلاق. كمان اتصال. الو الو الو، بونجور. بونجور مدام. ناطرة انا تلفنت قلت لي في اتصال قبلك. انا معك انا معك. تفضلي. مين مدام ربيكا؟ نعم. بونجور مدام ربيكا. بونجور. جوايي نوال. باريمون. مدام ربيكا. قولي لي شو عندك؟ مدام قولي لي شو عندك؟ بعلم حولتيني لعند انا ربيكا عم تحكيكي مدام. تفضلي. ايه اوكي اوكي مدام. قولي لي تفضلي شو عندك؟ انا كان صار لي 36 سنة بالضمان. نعم. ايه بقى دنحلت على التقاعد شالونا من الضمان. نعم. قالوا لي انه في ضمان، في ضمان اختياري. نعم. هلا واقف، هلا واقف هذا، بس اللي عم يطلعوا بعدي عم بخلوني مسجلين بالضمان. ايه هذا شيء ثاني، يعني هذا اللي حكيت عنه اليوم انه في متقاعدين بيقدروا يستفيدوا، بس ما بعرف إذا حضرتك منهم. يعني أنت أي متى تركتي يعني؟ أنا تركت بالألفين واتناعش. ما بعتقد بتقدر تستفيدي. طيب ليه؟ لأنه يعني حسب لأنه لما كنا صبايا ما كنا عم
مش عم نستفيد منه، بس هلا لانه صرنا ختياريه شالونا من الضمان. مدام مش هيدا هي الموضوع، يعني لانه الاليه اللي انعملت من بعد 12 يعني بعد بال 2017، خليني اسالك 2012، بس انا ما بعتقد بتقدر تستفيدي من ضمان بعد يعني التقاعدي. خليني اسال تما اعطي من عندي انا جوابك يكون غلط، رح اسال الضمان مين بيقدر يستفيد من معاش التقاعدي بعد التقاعد من اي سنه وبجاوبك. اوكي، بس الضمان الاختياري وقف، يعني ما عادوا جددوا لحدا الا يلي منتسبين كانوا ويلي هن ملتزمين بالدفع. كمان اتصال. الو، اهلا مسيو. بونجور. بونجور. من السبتية، مواطن بالسبتية. ايه اهلين، اهلا. مش فضلك عنا مشكلة المي، صرنا شهرين ثلاثة بنعاني حتى هلا بالشتاء. ما المي بتيجي في جمعة مرة مرتين خفيفة. وما بدنا يعني كل يومين ستر، كل يومين ستر. وين بالسبتية مسيو؟ بالسبتية. وين؟ العالي قبل الجامعة. حكيتوا المي، شفتوا ليش عم تجي قليلة؟ بيقولوا من بعدها كل ما حكيناهم من تحت بيضخوها من مفرق السبتية. ايه، كل ما بنحكيهم بيقولوا ايه عم نبعتها، بيبعتوها ساعة ساعتين ما بتلحق تجمع. ايه اكيد، ساعتين بالجمعة؟ مشكلة يعني شهرين ثلاثة بنقول هالجمعة بتنحل، هالجمعة بتنحل. ساعتين بالجمعة؟ كل يومين. كل يومين ساعتين. ما بعرف يعني ما يعني عايشين على الستيرنت. ايه مين بدنا نقضيها يعني؟ طالعين نازلين على السطح. شوف الستان، شوف الخزان، في مي ما في مي نطلب. أكيد ستان رايح ستان جاي. أكيد لا يعني مش مفروض. طيب ما بعرف يعني شو الحالي. ولا الحل بتصور يعني هلا يعني معروف حاسين نحن كل الجيران بيقولوا يعني على الخولي تحت بنص السبتية عم توصل. عنا ما عم تطلع. وبتطلع خفيفة، بتيجي ساعة ساعتين خفيفة. بالنسبة للمي بمجرد ما توصل لعندكم يعني وصلت هلا دي عم توصل كف خفيفة كل يومين ساعتين. هيدا صار مفروض يقوى التغذية، يعني يعطوا أكثر ويعطوا بقوة أكثر، هيدا المطلوب. بس همتك الله يخليك، لأنه ستار رايح ستار جاي. ايه على البناية. ايه تكرم عينك، أهلا. كمان اتصال. ألو. ألو. تفضل. أنا حوسون عن مدام ربيكا. ايه ربيكا معك، تفضل. ست ربيكا بس. ألو. ايه تفضل. ست ربيكا أنا. نعم. بس بدي أحكي بخصوص منطقة الجاي. موضوع؟ الموضوع انه نقول لهم شهرين ثلاثة بحسينها بطرقات ببشرها اساسي نزفتوا. ما فهمت عليك شيء. ما فهمت عليك شيء. بلدية بتشاي. بلدية بتشاي شو بها؟ بحشت كل الطرقات على اساس تزفت. ايه. قلنا شهرين ثلاثة بعد ما زفت. وهلا هي الطرقات كلها محفرة؟ الطريق كلها محفرة، كل العياد هالولاد وهالنحت. اكيد لا، واذا بالشتاء شو؟ لا رح نحكي. اللي بيعملوا بس بيشطف لنا بهالارض. زفت زفت. اوكي رح... اوكي رح احكي مع رئيس البلدية اشوف ليش تاخروا بالزفت. اوكي كمان اتصال. بونجور. بونجور. فيني احكي مع مدام ريبيكا اذا بتريدي؟ معك معك تفضلي. ايه مدام ريبيكا، نحن قاعدين بضواحي بطرابلس بمجلية، وفي بنايات كثير مأجرين سوريين. نعم. وبتعرف البناية حد الثاني، والسوريين بتعرفي وضعهم كيف انه حرام معترين وكذا، عم ينجبوا بحطوا صوبيات وعم بيحطوا فيها يعني كل زبالتهم بقلبها، شحيطاتهم البلاستيك، الكوشيت تبع الاولاد، سوري يعني اذا قلت لك اياها. بقى كله عم بيطلع علينا وعم بيعمل لك. هلا انا عم بحكي معك وعاملي اليرجي بشكل معلك، يعني كل هيدا بتجي على البلاكين عندنا وبتجي على الهين، مش أنا وحدي عم عاني، يعني كذا حدا عم بيعاني من هالمشكلة. وتعي قلي لهم إنه ما تشعلوا، ما فيك ما قالك قلب بتقولي هون اللي عندهم فقر وعندهم. بقى هي القصة قصة إنه هالدولة بقى تحل لهم هالمشكلة تبعتهم، يلي بيقدر يروح على سوريا ليش ما بيروح؟ ويلي هيك إنه لأنه نحن عم نتحمل إسا زيادة عن طاقتنا. يعني هن ما بيقدروا يولعوا على المازوت مثلا أو على يعني حدا بيقولوا لك حاطين مازوت. طيب مازوت ما في مازوت. ايه بس ليش بدهم يولعوا هالاغراض هيدي؟ هذا الموضوع لانه مش يعني ما طيب. عندهم الوسيله مدام يروحوا مثلا. سؤالي انتم يعني تابعين لبلديه مجليه او طرابلس؟
نحن لا بلدية مجلية بس مش عم بيقروا هل ما عم بيأجروا هالسوريين مش عم بيقروا انه هن يعني هن المستأجرين مش مسجلين بالبلدية هي سؤالي ايه اكيد اكيد وين بأي أكيد حي بمجلية هي صارت بين الأبي وبين مجلية هونيك ما بعرف شو اسمها لهيدا لانه انا بدي اشوف البلديات اذا بتعمل دوريات او اذا بتنبه بتعمل يافطات بتنبه العالم لهذا الموضوع يعني ما في مش رح لو نبهوا هن عم بيجيبوا يعني عم ما بقى في طريقه تحكي انت وياهم يعني ما بقى فيكي بدهم المو من وين ما كان مثلا الحطب والخشب والكذا كله عم بيرجعوا يحطوه بقلب هال هلا الحطب والخشب كل عمرنا بجبال على الحطب والخشب مش مشكله بس ما انا بتطلع لعندك بتتنشئي ايه يعني احنا ما بقى فيكي 100% بس انت عم بتقولي لي شيء ثاني كمان عم يعني ايه لانه عم تطلع لعنا على البلاكين شغلات انا لك شغله يعني هلا ما بعرف اذا عم بامنون المزبوط ولا لا شو القصه ليش سالت لشوف البلديه شو بتقدر تعمل كيف بتقدر تضبط الموضوع يعني انا شخصيا ما بقدر ادق على باب كل حدا انا بقدر اتمنى الفت بس انا بقدر احكي المعنيين بالمنطقه انه هذا التلوث اللي ناتج يعني شوفوا كيف كنتوا توقفوه بدكم توضعوا حد له تاخذ اجراءات البلديه بالموضوع اوكي كمان اتصال الو بونجور مدام ريبيكا نعم معك من انتلياس حي بيزه ايه اهلين مدام ريبيكا نحن لنا شهرين بلا مي ما عم توصل المي ابدا لعنا من تلفن على الشركه بيقولوا لنا عم بيبعتوها يا عمي ما عم تبعتوها ما عم توصل لعنا ايه نحن دافعين بيقولوا لك شو رقم عيارك بتعطيهم رقم عيارك نحن دافعين وما علينا شيء وما حدا بيرد علينا صار لنا شهرين ولا نقطه انترنت المي ولا نقطه في شيء مش مزبوط نعم يعني الحي اللي تحت منا انتوا طالعه من الساحه اونتليت عندهم مي لعنا بتلفي كوع تتفوتي على الفوار نحن على طريق العام طريق بكفاية ما عم توصل المي عنا ابدا اذا بنشوف شو الموضوع لانه يا ريت يا مدام ريبيكا لان احنا يعني ايه اكيد معك حق معك حق خليني اشوف شو الموضوع بجاوبك صوره اليوم نشوفها سوا اليوم طلعنا على طرابلس لانه كمان طرابلس شجة الميلاد مضوية الساحة ومثل كل المدن اللبنانية كمان مشاركة بهالعيد وينعاد على الجميع وبتمنى انه كمان هالنور هيدا اللي عم بيشاع وين ما كان يكون دفق بقلوب كل الناس بعطيكم موعد بكرة دايما عبر الام تي في الحل عنا الى اللقاء